إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إلى قليل من الفن وعلاوة بوغمزة فنان شهير في طابع المألوف ومن عائلة فنية كبيرة بولاية عنابة، قدم الكثير وخدم الفن الذي يعتبر من رواده، وهو اليوم يحتفل بمرور 76 سنة منذ ميلاده. نتابع المزيد عنه في هذا البورتريه سارة بالحورة بن نصر كلال. هنا بنادي الفروسية بعين عشير بعنابة يحتفل فنان المألوف علاوة بوغمزة المعروف باسم الفار بعيد ميلاده 76 رفقة أهله ومحبيه. فرغم كبر سنه إلا أنه يحافظ على أدائه لهذا الطابع التراثي الذي تعلمه على كبار فناني المألوف. تعلمنا شوية بكري كنا صغار، من بعد تبعنا في الاستقلال 63 بدينا نعملوا العراس، شوية العراس والطهورات. ما كانوش شيوخ ياسر كيما درك، كانت ناقصة قسنطينة، ما كانش. كنا أنا وحسن العنابي برك نعملوا العراس في عنابة، رحنا لعين البيضة، روحوا للقالمة تقعرات. تعلمنا على الشيوخ نتاعنا، على الكرد الله يرحمه، وعلى قلبي الله يرحمه. بكري كنا صغار نتبعوهم للعراس، تبعوهم كيف يعملوا الدخله كيف الخرجه. فنان طبع اسمه في اغنيه المألوف التراثيه، فحفر مسيرته باحرف من ذهب في شرق البلاد. خدمت لي زالبوم بكري في شويه 78، خدمنا السباغ، عندنا السباغ هذايا، السباغ نخدموه حنايا خصوصي طبع النبي بعد. يا سامع د الشعر نعلمكم بمجرالي، والاخر تاع قسنطينه يا سامع قول الناشيك. مازال العشق تاع المألوف، لكن بصح باش ندي لهم هما بايهم لا. حاب يقول الحمد لله قاعده هكا مع الناس، معليش بس عرس يعود بروبر هكا، تعود الناس تفهم للمألوف، الا يفهموا للمألوف خاطين هذا. لكن ما سر تلقيبه بالفار؟ هذيك قصة شيخ الفار، هذه وقت الثورة كنا صغار يجروا عقابنا لي باراشوتيست ولا البوليسية في لافيفيل لا بلاص دار مون خلقنا، كي يجروا ورانا هذا كان نصدم انا في بيت دار من الديار ونقز على السطح باش ما يفيقوش بينا باش ما يبونوش الجماعة تاعنا تاع الجبل الاخرى، على هذيك سموني الفار. أنامل تداعب آلة العود بدقة، حضور مميز وصوت طربي أصيل، ثلاث صفات إذا اجتمعت يكون اسم صاحبها قد سطع في سماء النجومية.